هاي، اليوم حاحكيكم شوي عن افكار ناطلين فيكم تلبسون برمضان. هلا هو هالشهر بيكون شوي غير الاشهر الباقيين، اول شيء لانه بالصيف، ثاني شيء لانه صايمين، فيمكن احسن الواحد يبتعد عن الناطلين بيكون كثير ضيقه مثل الجينز او السكيني بانس، لانه بيكونوا حلوين بالشتويه لانه بيدفوا. بس هلا برمضان وبالصيفيه بتصور احسن ميل اكثر للناطلين بيكونوا واسعين، يلي هن الكابري بانس او الهارم بانس. بيلاقموا كذا نوع من الأجسام لأنه ما بيعطوا تفاصيل، يعني ما بي الشخص اللي عنده شوي أوراق ما بيورجيهم، اللي بيكون كثير ضعيف بيعطيه شوي فوليوم. فأنا بنصحكم على تلبسون لأنه ما حتكونوا عم بتحسوا كأنه في شيء ضيق وبيعبئ. مفضل إنكم تستعملوا قماشات بعيدة عن نايلون، بس هذا الشيء كمان منه شرط. فيكم تلبسوا هالبانتس مع حيلا نوع من التوب، فيها تكون ضيقة أو شوي واسعة، وبيطلعوا كتير حلوين إذا بتزلوهم بيلتس والأكسسوريز. أكيد طالما عم تحطوا أكسسوريز الأوتفيت بيكتمل. Thank you for watching. Don't forget to subscribe to Lula channel. ورمضان كريم. Bye.